السلام عليكم طلاب. طلاب راح نسوي تجربة اليوم، امتحان تجريبي يعني تهيئة للامتحان النهائي. مبدئيا الرسومات اللي راح تجي ما راح تجي من الكتاب المنهجي، على اعتبار انه ممكن الطالب راسمهن او محضرهن ويسلم، فمستحيل تجي من الكتاب المنهجي. هذه شغلة. الشغلة الثانية المهمة انه احنا راح ناخذ تمرين، وانا سفتحت عداد وانا دا اشرح وكأنما اني دا اعلمكم، وراح اشوف ايش قد الوقت يستغرقه هذا التمرين، وعلى ضوءه ممكن انه احدد انه ممكن اجيب ايش تمرين او اسهل او غيره. فخلينا نبلش بهذا التمرين. هذا التمرين بيه مجموع من قطع اللي هو البولي سبورت، هذا السبورت الاصلي، وبالسبورت انا عندي فت شيفت، عندي بولي، وهذا الشيفت بقطعة هنا مثل المسند، بوشة، عندنا صامولة إلى آخره. فالقطع نجي نشوفها كلها موجودة هنا بتفاصيلها، نحاول أنه نرسم هذه القطع ونجمعها. فبداية المفروض أبدي أني برسم القطع. من أريد أرسم القطع راح أبدي بأسهل قطعة وأتماشى وصولا للأصعب، على مود أني أضمن أنه الدرجة راح تتقسم على القطع وتجميعها. فأنا على الأقل أضمن لي كم درجة. مثلا أجي أنا نشوف هنا أنا عندي واشر، الواشر هذا عندي القطر الداخلي 3.75، الخارج 15، السمك مالته 1 ملي. هذا أخلص من عنده، هذا جدا سهل. عند أي مستوي كان يكون الفرونت، أرسم دائرة ثانية. الدائرة الأولى هذه الداخلية تكون عبارة عن 3.75، الخارجية قلنا 15، إذن هذه هي عبارة عن 15. انتهينا. نرجع بعدها ننطي اكسترود، الاكسترود لواحد مليم فقط. كمل عندنا الرسم. هسه حاليا ممكن انطي لون، ممكن ما انطي لون، هذا بحث آخر، يعني شغلة ممكن انه مننا ممكن ننطي لون إذا ما توافق بالتجميع بعدين نرجع نغيره. المهم فرح ابدي اسيف. انا اخذ على الديسكتوب، وبالديسكتوب راح اسوي التمرين. المفروض هنا انتم تسووا باسمكم او باسم التمرين، وبعدين اخر فولدر باسمكم اللي يتسلم للجنة الامتحانية المفروض هو باسمكم. فرضا انا هنا راح اسمي بولي سبورت، بعدين نحن نمشي خطوة خطوة إلى أن نوصل للنتيجة النهائية أنه شو راح أسلمه. هذه القطعة تسلسلها 4، أو أكتب واشر. أوكي زين، هسه هذا هو الواشر، انتهينا من عنده. افتح نافذة جديدة. بعد الواشر انا ايش عندي شغلة ممكن اسويها؟ هذه الواشر كانت سهلة، خلي اشوف انا عندي البولي سهل. خلينا نسوي البولي جدا سهل. هذا هو بزاوية 45، هذا الفي بولت ياخذ يعني السكشن مالته هنا ماخذه، العرض كله 10. الفي بولت راح يكون عندي 2.5 × 2.5 يعني 5. الأقطار مالته الخارجية 30، الداخلية 11.25. فنجي نرسمه. الرسم مالته أيضا ما يهمني هسه على أي مستوي، مو مشكلة بعدين نعدل عليه بالتجميع. لما أريد أرسمه هذا لازم أسوي بريفولد. بريفولد لازم أبدي أرسم أني سنتر لاين أفقي، وبعدين أرسم السكشن مالته. السكشن مالته هو هذا الشكل مالته. ممكن اخذ ميرور، استفاد من الميرور ممكن، وممكن لا ما يعني ما اخذ ميرور. انا راح ارسمه بهالشكل هذا، انا افضل بهالشكل هذا. رسمته هسه بدون ابعاد، هسه ارجع اضع الابعاد. اول شيء احنا قلنا القطر الداخلي اذا انتبهتوا هو 11.25، فهذا 11.25 لازم اقسمه بالوسط. يعني انا عندي 11.25 تقسيم 2 اللي هو 5.625.
خمسة ستمائة وخمسة وعشرين، هذه هي المسافة. زين، إذا طلع 63 ما يكون شغل، يعني إذا أعطي دبل كليك راح ينطيني 25، بس هو ده يقرب إلى مرتبتين، فعادي هاي الشغلة. زين، خلصنا من هذا البعد. القطر الخارجي إحنا عندنا 30، فيعني أنا عندي هذا الخط لهنا هو عبارة عن 15. زين، الزاوية اتفقنا هذه الزاوية هي عبارة عن 45، فهذه أقول له عبارة عن 45. زين، اخذها من جهة دون جهة ثانية على مود اني اضمن هذا، لازم ارجع اعدل عليها. زين، هسه نرجع نشيك هنا الزوايا، لازم تكون هاي الزوايا نفسها نفس المقدار. انا بينما هنا طلع عندي شقد هسه مثلا 118. زين، في حين انه من هذه الجهة طلع عندي 106. زين، راح اقول لك كانسل. الخمسة واربعين هي هذا البعد مالتها، الخمسة واربعين اذا نجي نشوفها، خمسة واربعين تقسيم اثنين هي عبارة عن 22.5، هذه زائدا 90 المفروض 112.5، يعني انا عندي المفروض هذه 112.5. لو ردت اشيك هسه هذه يطلع عندي 112.5 ايضا، بس صار عندي شغل صحيح. بعد ايش عندنا من ابعاد؟ عندنا الابعاد كالتالي، عندنا هذا البعد هو عبارة عن 2.5، وعندنا هذا البعد ايضا ايش قد؟ عندنا 2.5، في حين انه هذا العرض الكلي انا عندي لازم 10، بحيث تحقق عندي هنا بالمنتصف للفي بولت 5. ما اعتقد ناسين شيء. القطر الداخلي ذكرنا، القطر الخارجي ايضا ذكرنا، نشيك من الطرف الثاني خاف تغير عندنا تغير، فهذا لازم نقول له ايضا 15. زين، 2.5 ب 2.5 ب 10 بزاوية 45، هو هذا كل الابعاد اللي نحتاجها. بالفيتشرز بس ننطي ريفولد ونقول له موافق. صارت عندي القطعة الثانية، ننطيها لون، اي لون كان، وبعدين نغير الالوان اذا يعني ما طلعت عندنا الالوان اللي احنا نريدها. هذا هو البولي، فهسه هذا سيفه على انه هو البولي. اقول انه هذا هو عبارة عن البولي. زين، الخطوة اللي بعدها، الخطوة اللي بعدها خلنا نرجع نشوف الرسومات اللي عندنا. احنا رسمنا هاي القطعة اللي هي البولي، رسمنا هذا اللي هو الواشر، خلنا نرسم هاي القطعة نخلص من هذا. هاي القطعة عبارة عن بوشة مسننة داخليا، نشوف ابعاد هذه البوشة المسننة داخليا. اذا نشوف هنا نركز بيها انه القطر الخارجي الها من هنا مقدار عندنا هذا 15، عندنا هذا 11.25 اللي هو يكون داخلي يعني خارجي لهاي القطعة داخلي لهاي القطعة، وعندنا ام 2.5 سن داخلي 2.5، وعندنا ام 3.75. هذه هي ابعادها. هذا السمك مالته 2.5 منها 20 منها 31.25، والعمق مال السن 3.75 ام على 21.75. فرسمها جدا سهل، وما راح احاسبكم على التسنين حاليا على مود السرعه والسهوله. فكل ما هنالك انه شلون نرسمها، نجي للفرونت بلين، اول شيء ارسم اسطوانه كامله وبعدين اضيف لها. ممكن راح يكون عندي بالشكل التالي، او ممكن اسويها من الطرفين، هم ممكن. زين، فخلي نرسم انه انا مبدئيا عندي دائرة، هاي الدائرة اتفقنا انه هي عبارة عن 11.25، هذه هي عبارة عن 11.25.
انتهينا من عندها. هذه بدي اسوي لها اكسترود، اكسترود من جهة عندي 20، من جهة الثانية ما اعرف ايش قد، لانه انا عندي 20 لازم تروح من 31 25 يعني 11 25. خلينا نشيك ونتأكد. انا عندي الطول الكلي هو عبارة عن 31 25، راح اسوي اكسترود من جهة 21 فيبقى عندي 11 25 بالضبط. فهاي الطريقة الافضل للرسم، انا ارسم دائرة بهالشكل هذا، هذا الطرف راح يكون عبارة عن 11 25، الدايركشن 2 راح افعله لانه 20. خلاص عندي الرسم انتهينا. بعد ارجع هنا أنا انقر على هذا الزائد، انقر على السكيج، ارجع اخلي من هنا المعاينة مالتي فرونت، ارسم دائرة جديدة اكبر منها. الدائرة الجديدة اللي اكبر من عدها اقول انه هاي قطرها عبارة عن 15، وهذه اريد هذه القطعة حاليا صار تغيير، لا مو بالشكل هذا، تراجع انا دي الفرونت هاي 11 25، ما عندنا بيها مشكلة، انا اريد الفرونت، احدد الفرونت ارسم عليه، حدد الفرونت وارسم عليه دائرة ال 15، هاي الدائرة اللي هي 15. هسه الدائرة اللي هي 15 انطيها اكسترود باتجاه ال 11 بمقدار 2.5 حسب ما موجود عندي بالسؤال اللي هو هذا ده. نرجع نستذكره، هاي 2.5 مو ال 20، اكو 2.5 من جهة ال 11.25. لهنا أنا تقريبا خلص الرسم الأصلي. نجي للثقوب اللي موجودة، أنا عندي هنا أنا يعني ثقب على هذا الوجه نورمال تو، نقول له عندي هنا أنا دائرة لازم أرسمها، هاي الدائرة شقد قطرها؟ قطرها 3.75، هذه عبارة عن 3.75، هاي 3.75 أسوي آيزو أفضل، أقول له إنه هذا عبارة عن إكستودد كوت لعمق مقداره 21.75. انتهينا من عنده، هذا صار عندي ثقب خلاص. زين الثقب الثاني اللي راح يكمل من عنده الافضل راح ناخذه بالشكل التالي، انقر على نهايته واختار نورمال تو، وراح ارسم دائرة اصغر من هاي الدائرة وأحدد بعدها حسب ما هو منطيني 2.5، فأقول إنه هذه الدائرة هي عبارة عن 2.5. أرجع للآيزو وأقول إنه من هنا extruded cut through all وأخلص من عندها من غير ما أحسب حساب هشقد. انتهى عندي هذا الرسم، صار عندي صحيح. ممكن أغير اللون مالته لو عجبني. هساني لو ريدت أعرف إنه هذه القطعة اللي هي رقم واحد للعلم، هذه رقم واحد. خلينا